إذا بشأن تقرير مجلة ناشونال انترست بشأن قدرات ميليشيا الحوثي العسكرية ودور إيران في تعظيم هذه القدرات، معنا هاتفيا من فيينا المحلل السياسي والأمني توفيق حميدي. مرحبا بكم أستاذ توفيق. لطالما استعرضت ميليشيا الحوثي سلاحها ولا سيما الطائرات المسيرة التي تستخدمها في قصف السعودية واليمن، ولطالما أيضا صرح عبد الملك الحوثي أنه قادر على صنع الصواريخ وتلك الطائرات المسيرة، إلى أي مدى ترى أن قدرات ميليشيا الحوثي متمكنة من الوصول لهذه التقنية؟ أنا باعتقادي أن الحرب في اليمن اليوم أصبحت حرب مفتوحة وحرب مكشوفة، بمعنى أنه كل طرف أصبح واضحاً حلفاؤه، بل ويفتخر الأطراف اليمنية بداعميه وبمناصريه، سواء جماعة الحوثي بدرجة أساسية، على الأقل في الفترة السابقة كانت تنكر تماماً صلتها بجماعة الحوثي، لكن واضح أن تطور القدرات الصاروخية لجماعة الحوثي خلال السنوات الماضية يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هنالك سواء كان دعم لوجستي أو خبراء أو حتى أسلحة وقطع غيار وصلت إلى اليمن وأدت بهذا إلى تطوير هذه القدرات الصاروخية. أنا باعتقادي مداها قدرتها نوعيتها هم استطاعوا على الأقل أن يصلوا إلى مناطق العمق إذا جاز التعبير. أبو ظبي، أرامكو إلى غير ذلك، وباعتقادي أن ترك الجماعة خلال مستقبلا سوف يؤدي إلى يعني إلى تطور أكبر للقدرات القتالية لجماعة الحوثي. إذن بعد التأكد من وجود خبراء إيرانيين أيضا في العاصمة صنعاء، ألا يدخل ذلك إيران في صراع مباشر مع المجتمع الدولي الرافض انتهاكات الحوثي وتهديدها للسلم والأمن الدوليين؟ إيران لم يعد يهمها شيء، أصبحت هي تجاهر بكل وضوح بأن لديها اليوم تستطيع تقول أوراق فاعلة تلعبها في المنطقة، لديها حزب الله، لديها في العراق، لديها في اليمن، وقالوا بكل وضوح عند سقوط صنعاء سقطت العاصمة الخامسة والرابعة في أحضان إيران. إيران ترى أن هذه المناطق هي مناطق أوراق للمفاوضات بالصراع مع الغربية، وبالتالي اليمن اليوم أحد أجندتها الأساسية والرئيسية في مفاوضات فيينا. يعني إذا تابعنا عملية القرصنة وعملية القصف وعملية الاستيلاء على السفن، غالبا سنجد أنها تتم في أوقات المفاوضات التي تتم في فيينا، وبالتالي الحوثيون اليوم من طهران يطلقون مبادرات ويتحدثون بكل صراحة أن الملف اليمني أولوية ولا مفاوضات مع السعوديين إلا بها وإلى غير ذلك. وبالتالي إيران لا يهمها ما سيقول المجتمع الدولي، هي تهم ماذا ستجني من هذه من إعلانها ومن وقوفها بجانب هذه الجماعات. تستخدم ذلك أوراق ضغط لكسب مكتسبات أخرى، ولكن اجتماع ممثلي السعودية والإمارات وعمان فضلا عن أمريكا وبريطانيا في الرياض أمس لبحث التهديدات طبعا التي تتعرض لها كل من السعودية والإمارات، باعتقادك هل ستتحرك هذه الدول الكبرى مع هذه الدول الخليجية بعد تهديد أمنها وبعد أن تأكد أن سلاح الحوثي سلاح إيراني، هل من جدوى هذه الاجتماعات؟ أنا باعتقادي العملية معقدة، ربما يكون هنالك نوع من الضوء الأخضر دون تدخل مباشر، ربما يكون هنالك دعم لوجستي بصورة أو بأخرى، ربما يكون هنالك نوع من الغطاء إذا جاز التعبير، لكن أيضا الأمريكان سيلعبون على أوراق متعددة، بمعنى الورقة السياسية التي قد تلعبها سلطنة عمان بإصدار رسائل سياسية واضحة، في مقابل ربما سنشاهد أن التحالف سيستمر في عملية قصفه في الأيام القادمة ربما لمدى معين، بمعنى أن الأمريكان والغربيين قد يعطوا التحالف والإمارات على وجه الخصوص فترة زمنية لتحقيق مجموعة من الأهداف المرسومة بدقة، يعني وعدم وقوعهم في حرج متعلق بقصف المدنيين وبعض الانتهاكات حتى يرون يعني إخضاع هذه الجماعة وجرها إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط التي قد تراها أمريكا. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي اليمني توفيق حمادي هاتفيا من فيينا.